جوف العتيق أنا خرب مضجعها جوف العتيق أنا خرب مضجعها فأي بيت إلى المولود يبتسم جوف العتيق أنا خرب مضجعها فأي بيت إلى المولود يبتسم حتى دوت كعبة الإسلام معلنة الله الله أكبر هل الصارم الخادم عيني وعيونكم جميعا عيني إلى قبره المهيوب قد ولهت لا شك عيوننا جميعا عيني إلى قبره المهيوم قد ولهت من شوقها سهرت بل أدمعت وبكت عيني إلى قبره المهيوب قد ولهت من شوقها سهرت بل أدمعت وبكت ذكرت من دمعها أبيات قد خلدت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن شكرا لأمي التي غذتني باللبن حب الوصي شكرا لأمي التي غذتني باللبن حب الوصي حب الوصي الذي تجلى به محني كانت تنادي علي كانت
تنادي علي في السر والعلن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا جاءته فاطمة تطوف بركنه تدعو بجاه جنينها وبشأنه زج الإله بها لداخل حصنه ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد من خير رهط في النساء عظيمة شماء خالية العيوب سليمة. السلام عليك سيدتي ومولاتي أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد الهاشمية. من خير رهط في النساء عظيمة شماء خالية العيوب سليمة خفراء شامخة الأصول حليمة بيضاء طاهرة الثياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد. صلوات وذهبت في يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئلي والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل ولكل باب حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل فسألت ألطفهم ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المخمل فأجابني والنار تسبق قوله اذهب وفتش عند ذاك المدخل فذهبت حيث أشار دون تردد وسوى اتباع كلامه لم يبق لي فرأيت جبريلا هناك مخاطبا يا قوم
هذا الأمر من رب العلي. أبواب هذا الخلد آلاف وما يلج ابن آدم دون تصريح الولي. فهتفت يا جبريل فهتفت يا 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 جبريل هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل. فأجابني فأجابني الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي. صلوات حيدر أحلال أسامي حيدر أحلال أسامي حيدر أحلى الأسامي حيدر أحلى. لا قصدت الإمام للنجف خذ سلامي. قل له اسمك وسامي حيدر أحلى الأسامي حيدر أحلى. إلى قصدت الإمام للنجف خذ سلامي. قل له اسمك وسامي حيدر أحلى الأسامي حيدر أحلى. يلا زفوا التهاني يلي قاصي وداني. يلا زفوا تهاني يلي قاصي ويداني. طه أول وثاني البشيرة التهامي حيدر حلال البشيرة التهامي حيدر حلال. ياللي قاصد له زاير قلبي وياك طاير. ياللي قاصد له زاير ياللي قاصد له زاير قلبي وياك طاير. ليتني معك ساير بالنجف قلبي رامي حيدر حلال حيدر حلال. يلي شفتوا المنارة عني قبل الحجارة. يلي شفتوا المنارة عني قبل الحجارة. عمري دون خسارة يمتى أوصل إمامي حيدر حلال يمتى أوصل إمامي حيدر حلال. من يكثر ملامه لا يهمك كلامه. من يكثر ملامه لا يهمك كلامه. علي قلبي وغرامه ما يخصك غرامي حيدر حلال ما يخصك غرامي حيدر حلال. يا هوى خذ لي قلبي والعلي أهوى دربي. يا هوى خذ لي قلبي والعلي أهوى دربي.
هو عشقي وحبي وش يفيدك ملامي حيدر حلال وش يفيدك ملامي حيدر حلال هو واحد وما في غيره يقدر يشافي هو واحد وما في يشبه في خصاله هو واحد وما في غيره يقدر يشافي حبه يا ناس كافي حيدر غلال أنا مي حيدر حلال حيدر غلال أنا مي حيدر حلال يا ما شفنا عجايب من أسد بيتي طالب يا ما شفنا عجايب من أسد بيتي طالب من تجينا النوايب باسمنا هتف إمامي حيدر حلال باسمنا هتف إمامي حيدر حلال إيه يا علي قول وتسعد بالشدد غير محاد يا علي قول وتسعد بالشدد غير محاد نادى باسمه محمد نادى باسمه محمد هو دين الله حامي حيدر حلال إيه هو دين الله حامي حيدر حلال إيه حيدر حلال للشاعر الأستاذ عباس صالح الهاجوج مولدك للشهادة نور ورحمة وسعادة مولدك للشهادة نور ورحمة وسعادة يلي ذكراك عبادة يلي ذكراك عبادة يا علي يا هيامي حيدر حلال يا علي يا هيامي حيدر حلال إيه أنت يا من هوينا من هواك توينا أنت يا من هوينا من هواك توينا على حبك وعينا أنت فيك اعتصامي حيدر حلال أنت فيك اعتصامي حيدر حلال حيدر حلال أسامي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله فلما كان في مثل هذه الليلة المباركة وقد مضى من الليل ثلثا وإذا بفاطمة بنت أسد قد أتاها المخاض
وأتاها ما يأتي النساء عند الولادة، وخرجت من بيتها وقصدت البيت الحرام، ووقفت بإزائه وقد أزعجها الطلق، فرمقت بطرفها نحو السماء وقالت: يا رب إني مؤمنة بك وبكل كتاب أنزلته ورسول أرسلته وبكل ما جاء به حبيبك ورسولك محمد صلى الله على صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله وبكل ما جاء به رسولك وعبدك محمد صلى الله عليه وآله. إلا يسرت علي ولادتي حتى انشق البيت الحرام وتساطعت الأنوار وزجها جبرائيل في جوف الكعبة وغابت عن الأبصار، وانسد الموضع الذي زجها جبرائيل منه كما كان أولا بإذن الله تعالى. قال أبو طالب: فأشفقنا عليها من تلك الحالة، وأردنا أن نفتح الباب لتصل إليها بعض نسائنا، فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا، فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله تعالى، فرجعنا إلى منازلنا. قالت فاطمة بنت أسد: فلما دخلت الكعبة جلست على الرخامة الحمراء ساعة، وقد كشف الله عن بصري، فرأيت جبرائيل قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة، ثم أقبلوا علي ومعهم رسول الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله صلى الله عليه. ثم أقبلوا علي ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله يقدمهم كالبدر الساطع، وسمعت جبرائيل يقول: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: استقبل عليا. فبينما أنا كذلك إذ وضعت بأمير المؤمنين طاهرا مطهرا أفضل الصلاة